ونتابع الآن جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع بالشرق الأوسط. يفاقم هذا الاستقطاب ويحفز المتطرفين في كل مكان. حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته ينبغي أن يعترف به الجميع، وأي رفض لحل الدولتين من أي طرف ينبغي أن يرفض رفضا قاطعا. فما هو البديل؟ كيف يمكن لحل الدولة الواحدة أن ينجح بهذا العدد الكبير من الفلسطينيين بالداخل بدون أي شعور أو علامة من الحرية أو الحقوق أو الكرامة؟ هذا لا يمكن تصوره. حل الدولتين هو السبيل الوحيد لمعالجة الطموحات المشروعة لكل من الشعبين. حضرة الرئيس، أصحاب السعادة، دور المجتمع الدولي واضح. علينا أن نتحد لدعم الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل اتخاذ خطوات قوية ثابتة نحو عملية سلام حقيقية. فخبر العقدين الماضيين وحل الدولتين ينتقد ويساء إليه وترك وكانه قتيلا، ومع ذلك يبقى هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل دائم في إسرائيل وفي فلسطين وفي المنطقة ككل. وكما رأينا الحالة المأساوية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فهذا الحل هو السبيل الوحيد للخروج من دورة العنف والكراهية والخوف. هذه الفترة للإسرائيليين والفلسطينيين ينبغي أن تشجع أطراف النزاع والمجتمع الدولي على العمل بشجاعة وعزم للتوصل إلى حل عادل ودائم. وشكرا. حضرة الأمين العام، على إحاطته وأعطي الكلمة الآن معالي السيد رياض المالكي وزير الخارجية لبعثة دولة فلسطين المراقبة. تفضل سيدي. حضرة الرئيس، اسمح لي بداية أن أشكر فرنسا وأشكركم معالي الوزير على الدعوة لهذه الجلسة على المستوى الوزاري، بينما نجتمع مرة أخرى على خلفية العدوان الإسرائيلي الفتاك ضد الشعب الفلسطيني الذي يستمر بالأرادة والذي أسقط آلاف الضحايا المدنية من الأبرياء ويدمر كل شيء في طريقه ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وأشكر الأمين العام على إحاطته، ولكن الأهم من ذلك أشكره على جهوده الحثيثة سعيا إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري وحماية المدنيين وتوصيل المساعدة الإنسانية المطلوبة لإنقاذ الحياة. وبقيادته فالأمم المتحدة على أرض الواقع وكالاتها ثابرت في جهودها لأداء مهامهم النبيلة في أصعب الظروف الممكنة. هذه الظروف مستحيلة عن قصد وليست نتاج كارثة طبيعية أو أثر مؤسف للحرب، وإنما هو جهد مقصود متعمد لإخضاع الفلسطينيين إلى أكبر قدر من الألم ممكن من خلال الجمع بين ثلاثة أمور. أولا، الخصف الكاسح العشوائي الذي لم يرى العالم مثله منذ الحرب العالمية الثانية. ثانيا، الدمار الواسع والحصار القاسي الذي يحرم الشعب من أساسيات الحياة ويؤدي إلى انتشار المجاعة والمرض واليأس. ثالثا، التشريد القسري على نطاق وبسرعة لم نشهد مثلهما في تاريخنا الحديث. 70% من المشردين كانوا لاجئين أصلا منذ نكبة عام 1948 وشردوا عددا من المرات بحثا عن الأمان. ما من دار ولا مستشفى ولا مدرسة ولا مسجد ولا كنيسة ولا مأوى تابع للأنروا يأمن قصف إسرائيل. 2000
ألف طن من القنابل أسقطت على المدنيين، وأكثر من 25 ألف مدني قتلوا، منهم أكثر من 11 ألف طفل وأكثر من 63 ألف جريح، والآلاف شوهوا وأعيقوا، وأكثر من 7000 لا يزالون تحت الأنقاض، والعشرات أكثر من ذلك ستقتل في الساعات التي نجتمع خلالها، والآلاف أكثر سيموتون ويقتلون، بينما هذا المجلس يمنع من الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري. هذا شن للفظائع التي تصدم وتهين الضمير الإنساني. وهنا دين المعتدي لا يهم ودين الضحية لا يهم، المهم هو العدد الذي لا يحصى من الأرواح البريئة التي أزهقت. حضرة الرئيس، بالنسبة من كامبالا حيث اجتمع الجنوب العالمي إلى بروكسل حيث اجتمع الوزراء العرب مع نظرائهم الأوروبيين إلى الأمم المتحدة هنا في نيويورك، والعالم يدعو إلى وقف إطلاق إنساني فوري، ووقف إطلاق النار لا غنى عنه من أجل تحقيق ما دعا إليه مجلس الأمن، حماية المدنيين وتوصيل المساعدات في أمن وبدون معوقات، ووصول المساعدات بكم يكفي إلى كل أنحاء قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، ورفض التهجير القسري، ومن أجل تحقيق السلام بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. حضرة الرئيس، من ناحية لدينا إرادة المجتمع الدولي، ومن ناحية أخرى لدينا أهواء ورئيس وزراء إسرائيلي لا يحركه سوى هدف واحد، هو نجاحه السياسي وبقائه على قيد الحياة السياسية. denied their inalienable right to self-determination.